السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إتقان حرف الحاء وسط الحلق. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تستطيع أن تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحاء مخرجها من حروف، هل هي من أول إشي؟ الحاء مخرجها وين؟ مخرجها قلنا في عند لسان المزمار. وين لسان المزمار؟ هذا هو لسان المزمار، هذا هو لسان المزمار. عين وحاء، همزة وهاء، عين وحاء، غين وخاء، تمام؟ فهي مكانها هاي المنطقة. طيب كيف أعرف مخرجها وين؟ بدي أقول أح أحي أحو، سمعينها؟ أح 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 في الحرف بهالمنطقة. طيب هاي المخرج، عرفنا كيف المخرج بالمشدد. أح إح أح هذا الساكن. طيب متحرك، حا فتحة حا، حا كسراحي، حاحي، حا ضماحو، حاحيحو، تمام؟ طيب مشدد، أحن أحن أحن. طيب منون، حن حن حن. خلاص واضح، سهلة وبسيطة، ما فيش هالإشكالية أبدا فيها. طيب حرف الحاء يخرج صفات الحاء. صفات الحاء شو هي صفاته؟ زي ما قلت لكم كيف بنطلع صفات أي حرف. واحد، هل هو لساني مستعلي أو لساني بكون مستفل؟ نشوف اللسان، هل هي من خصة ضغط قض؟ لا، إذن هي مستفلة. طيب هل هي مطبقة؟ لا، إذن هي منفتحة. هل هي مجهورة أو مهموسة؟ هل هي من فحثه شخص؟ فحثه، إذن مهموسة فيها هوى. طيب هل هي رخاوة توسط شدة؟ شدة أجد قط بكت، لا، لين عمر، لا، إذن هي رخاوة. بس هل فيها صفات تانية؟ لا. عرفتوا كيف تجيبوا صفات أي حرف؟ طيب مستفلة ضعيف، منفتحة ضعيف، مهموسة ضعيف، رخاوة ضعيف، يعني هو من الحروف الضعيفة، تمام؟ قوته حرف ضعيف. طيب ملاحظات تخص الحاء، إذا جاورت الحاء حرف العين فلا بد من الانتباه للحاء وتحقيق التصادم في مخرجها بالرغم من ضعف الاعتماد عليه، والانتباه إلى عدم تقوية الاعتماد على المخرج كي لا تتحول من بقعتها الدقيقة إلى بقعة العين اشتراكية. مثال فاصفح عنهم، ما في، ما بعرف، مرات بيقولوا لنا أشياء انتبهوا أنا في خطأ، ما فاصفح عنهم، لا فاصفح عنهم، ما سمعت حدا يعني عملها. فالعين أقوى وستجذب الحاء إلى العين، لا فاصفح عنهم. لابد من العناية بحرف الحاء إذا جاورت حرف الهاء كي لا تدغم الواحدة في الأخرى. فسبحه ليلى، أنا قلت اعطي صفاته حتصير معاكي مية مية. صفة القرع الصحيحة اللي هي قلنا الشدة توسط رخاوة، هي رخاوة اعطيها زمنها، إذا كانت ساكنة اعطيه زمنه حيطلع معاكي مية مية، ومش حيصير هذا كل الكلام اللي بيصير. إذا ما أعطيت الزمن هنا ممكن يصير الأخطاء معاكي. فسبحه، لا
فيها ايش. وضحت المعلومة؟ مهم جدا عملية القرع، القرع الحرف. انا قلت لكم صفة الشدة توسط رخاوي احفظيها كويس، افهميها كويس، اعرفي كيف تتعاملي صح مع هاي الصفة بالذات، امورك الباقي باذن الله سهل. لابد من الانتباه لحرف الحاء الساكنة، ولابد من اظهار صفاتها. طيب احسانا، نفس الكلام اللي بقول لك عليه. المهم المشكلة انه في ناس احسانا اح، لا هو الاحتكاك الزيادة، هو هي ضعيفة، والاحتكاك بيكون هواء، الهواء هو طالع بيحتك، لكن احتكاك مخرج هو المشكلة، هذا الخطأ. في ناس لاحظت انهم بيجيبوها مش من مخرجها، بيجيبوها من تحت، وبالتالي بدها تجيبها صح فبتروح تحكها. لا يا ماما لا تحكي. فليش؟ لانها مش جايباها من مخرجها، بمجرد ما صححت لها المخرج طلعت صحيحة. حا، واضح؟ فما المهم اعرف المخرج، جيبيها صح، ما تحكيهاش بسبب اذا حكيتيها اعرفي انك بعيد شوي عن المخرج، ضبط المخرج امورك بتصير صحيحة. لابد من مراعاة ترقيق الحاء، في دائما الحاء مرققة. في كلمة الحاقة، قلت لك الألف هذه دائما بتجر إلى التفخيم، فإذا حرف مرقق خليك الحاء، وجيبي الألف على وضعية الحاء، الحاقة، واضح؟ ما تقولي الحاء. طبعا ممكن لأنه الألف جرتها لفوق، تمام؟ أو جاورت حرف استعلاء، طبعا هذه ممكن برضو. أحط، أحط، الطاء مدغمة، إدغام ناقص في التاء، بجيب استعلاء الطاء وإطباقها، فهنا أحا، أحط، أحا، لا أحط، والطاء الحاء قلت لك بابتسامة، جيبيها أحا، أحط، واضح؟ الح، الحق، الحق، وضحت؟ تمام. الابتسامة في الحاء، الابتسامة بالعين، الابتسامة بالها، الابتسامة بهمزة، ما تنسوش، ابتسامة بالياء، الابتسامة بالواو، انتبه. إذا تكررت الحاء لابد من المحافظة على إظهارها، مثل أبرح حتى، أبرح، أبرح حتى. لابد من تحقيق الحرف، انتبهوا للساكن، أكم مرة أقول لك انتبهي للساكن، تثبيت الساكن، زمن الساكن، خلص، إذا انتبهتي لهالشغلة هاي مش حتوقعي بالأخطاء اللي بيحكوا عنها هاي. عند النطق صوت الحاء يكون به ما يسمى بالبح، البح، بحة، بحة الصوت، نعم. وهذا لا يعني تقويتها، مش إني أح، لا، أح، أح. قلت لكم البحة هذه بتيجي من احتكاك الهواء وهو طالع بس، اما انك تحكي المخرج هاي المشكلة وهذا الخطأ، وبتكوني بعيدة عن المخرج في هاي الحالة، صححي مخرجك حيزبط معك. طيب خلاص هذه هي سهلة جدا. طب نشوف الكتاب هذا ايش بقول في الحاء. اذا كانت زحزحة عن زحزحة الزمن، المسيح عيسى، المسيح عي، حعي، عشان الحاء والعين في نفس المخرج فتنتبهوا ما في مشكلة. فاصفح عنهم، اعطي زمن الحاء، رخاوة الحاء، تثبيت الحاء، ان كانت ساكنة ما في مشكلة. لا أبرح حتى، لا أبرح حتى. طيب فسبحه، فسبحه، اعطي زمن الحاء وتثبيت الحاء. احط، حكيتها، الحق، حص، 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 انتبهوا للحاء اللي بين الصاد والصاد، حص، 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 حص،
حتطلع معاكي ح، هنا حتقولي حص والحاقة، والموضوع سهل ميسر ما فيش فيها المشكلة العويصة. تمام، جيبيها بابتسامة، حافظي على ليونت، حافظي على رخاوتها، زمن الرخاوة إن كانت ساكنة، تثبيت الساكن، أمورك 100%. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.